نتحدث عن شاعرة لها بصمة يعني عميقة في تاريخ الثقافة العراقية في التاريخ الحديث، نتحدث عن لميعة عباس عمارة بالفرح والحسرة. بالفرح لأنه تركت لنا هذا الإرث الثقافي والشعري والخزين، هذا الشعر الهائل والكبير، وبحسرة لأنها توفيت وحيدة ومغتربة في أمريكا. أنا أولا سعيد بهذا اللقاء بهذا القناة الكريمة. أهلا وسهلا بك. وسعيد جدا بالحديث عن لميعة، لأنه أنا من طفولتي ومن الصبايا مغرم بالشعر ومغرم بشعرها. لميعة شاهدة على القرن 100 سنة. نعم. ولدت بال 1929 في عقد من الزمان، ولد بيه الجواهري والسياب ونازك الملائكة، عاتك الخزرجي، ولند الحيدري والسياب وعبد الوهاب بياتي. هذه النخبة، هاي الكوكبة من الشعراء، هم أغنوا تراث الشعر العربي عامة. نعم. وكانوا في ضمير كل العراقيين خاصة المثقفين. الحديث عن لميعة عباس عمارة ليس هينا. نعم. حقيقة، لأنها بشعرها شاعرة ممتازة من ناحية السبك اللغوي والقافية والوزن، وشاعرة عظيمة من ناحية الأفكار المبتكرة، شاعرة كبيرة في الإلقاء. احنا نشوف شعراء الكبار ما يحسنون الإلقاء. مثلا نزار قباني عنده إلقاء رديء جدا مو مريح، جواهري عملاق حتى بإلقاء. مواضيع اللي اختارتها كانت مفاجأة على الأذن العراقية. مفاجأة. إيه، العراقيين يعني هالتقاليد الدينية والاجتماعية القوية المترابطة هي اخترقتها، حرقتها، مو اخترقتها. نعم. حرقتها. أنا التقيت بفكرها قبل ما ألتقيها. كانت أول دواوينها كنت أقرأ لو أنباني العراف. كل ما أشتري يقتني مني صديق واشتري 9 مرات اشتريته وانطيته، وهسه ما عندي لو انباني. هديته للناس. في هذا الديوان اللي كان ما يفارقني راح اقرا مقطع. نعم. عجبني. تقول لو انباني العراف اني سألاقيك بهذا التيه، لم اكتب غزلا في رجل واحد، خرساء اصلي لتظل حبيبي. شعر. هي تقمصت المجتمع العراقي. نعم. حب الرجال، الفقير، معاناته، الطفلة، المرأة. لو نتحدث عن لميعة كمناضلة وكمواقف، محصولك عملاقة يعني. نعم. كانت مدرسة لغة عربية. باللغة العربية أكو درس يسموه التمييز. هو الأعداد 12 12، هذه يسموه التمييز. فجو يلقون عليها القبض الأمن، راحوا على المديرة ست كوكز يمكن اسمها ما عرف، هي قالتها. فراحت عليها للصف. نعم. قالت لها المديرة الأمن يريدك. قالت إلا أكمل الدرس. شوفي، كان عندها تعليم الطالب شيء مقدس يعني. شوف الموقف، شوف الشجاعة. نعم. والقوة. والأمن، هو أمن، تعرفين الأمن شنو سطوته. نعم. وشنو الرعب من عنده. وين كملت الدرس؟ وصلت الطلاب دير بالكم على درس التمييز، لا يعلمها غيري وما تفهموها. نعم. زين. نعم. وبالطريق صعدوها بالبيكاب لي ورا، قالت ما أصعد لي ورا، شوف الإباء، انتوا روحوا انا اجيب تاكسي. لما دخلت بالدائره شافت المدير اللي راح يحقق وياها تلميذها، قالت له انت تلميذي مو وفلان انت؟ هو نكر قال لا. المهم اكو اشياء مرعبه بحياتها. كثير من المحطات في حياه الشاعره الكبيره لميعة عباس عمارة. خلينا نبدأ من البداية. نعم. يعني البداية هي اشتركت في أحد القصائدها، يعني عرضت في أحد المجلات الشعرية. نعم.
كان عمرها 12 سنة تمام. وأثنى عليها الشاعر اللبناني الكبير إيليا أبو ماضي تمام. وقال يعني إذا كان هناك أطفال مثل لميعة في العراق نعم. فأي ثروة أو أي ثورة عفوا فكرية مقبل عليها العراق. يعني هذا الكلام في الأربعينات وفي الخمسينات في وقت كان لحد الآن الناس تتجادل حول قضية إرسال بناتهم إلى المدارس أو عدم إرسالهم إلى المدارس، فيما كانت هذه الإنسانة الشامخة وأهلها بهذا التقدم في ذلك الزمن بحيث أرسلوا بناتهم إلى المدارس ويشاركون في مجلات شعرية. لاحقاً هذه المجلات الشعرية أصبحت مرجع للغة العربية وللأدب العربي. سيدتي الفاضلة، نعم، الأديب والفيلسوف والفنان والشاعر هم نخبة الإنسانية بتصنيف عالمي، يليهم العلماء. يعني بيتهوفن أعظم من أينشتاين، نعم، موزارت أعظم من أديسون الفلاسفة، سقراط أعظم من كذا. لو واحد يجيب 7 دكتوراهات، واحد بالقافية، واحد بالوزن، واحد بالشعر، واحد باللغة، ما ممكن يصير شاعر. الشاعر هو موهبة ربانية. نعم. كتبت الشعر بالرابع ابتدائي، شعر الشعبي، وتأثرت بالحسينيات. نعم. لأن العراق مملوء شعر. كل مكان. الأقضية والنواحي والقرى والمحافل ما يخلو من شعر العراق. هاي وريثة المتنبي، وريثة يعني الفكر العالي. المنطقة الوسطى نشوف، البصرة كذلك، وبغداد، وحتى الإقليم، أعظم الشعراء بالإنسانية موجودين هنا. هي الطفولة كانت في بغداد أو العمارة؟ هي ولادة بغداد. سيدتي لميعة أبوها اسمه عباس، جدها اسمها عمارة. نعم. عمارة جدها ولد بالعمارة فسموه عمارة. نعم. نعم. لكن هي طفولتها كانت بغداد. نعم. بغدادية. بغدادية. بغدادية 100%. في بغداد. نعم. يقال أن والدها كان كثير السفر. نعم. وكان يعني في طفولتها ما كان موجود دائما، ولكن هذا سبب أنه يكون لها خصوصية جدا كبيرة باعتبارها الطفلة المدللة وكانت محط أنظار العائلة. أنت تعرف الكثير من الأشياء أستاذ عثمان، ولهذا اليوم أنا أريد أطلع منك الكلام. سيدتي باوعي، القائد يولد وهو قائد. نعم. المتنبي يصف سيف الدولة، يقول يعني يصف الخيول اللي ما صاعدين على صهوتها، فكأنها ولدت نتاجا تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها. على قد ما فرسان، فالقيادة تولد مع الرجل. 200 واحد يتخرجون من مدرسة كلية عسكرية أو كلية أركان أو فتشي، يجوز واحد يصير قائد. نعم. هاي من الله. زين، هاي ممكن يصير عليها رسالة دكتوراه عن دورها الريادي للمرأة. نعم. بدون المساس بالشعر نهائيا. ممكن دكتوراه أخرى عن المواضيع الاجتماعية اللي التقطتها. نعم. دكتوراه أخرى عن لمحات الجرأة بها. مثلا الجرأة باري في قصائدها، هي تخاطب حبيبها الحقيقي. حفلة تقول: بيني وبينك في الهوى لغة التأوه والأنين، لم يبقى وجد لم أقله أمام كل الحاضرين، كل توهمه له وإليك ينتسب الجميل. الله. زين، هاي مو معناته هذا إباحية، لا. شاعر آخر يقول: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. نعم. حتى إذا امتزجت دموع في جفون، تبين من بكى ممن تباكى. معناته أنت الحب الحقيقي، والباقية مجاملات. نعم. كبيرة شلامعة.